بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أنكم تكونوا بخير إن شاء الله. النهاردة هنبدأ تشابتر جديد، تشابتر 6، اللي هو بيتكلم على الانفنتوريز. الانفنتوريز هو من أهم الأسيتس اللي عندنا في البالانس شيت، خصوصا لشركات المرشندايزنج، لأن بيبقى رقمه كبير ومشاكله كتيرة. So we want today to know how to deal with this problem. احنا اول حاجة قلنا ان المرشندايزنج كومبانيز المين اوبجكتيفز بتاعها انها تعمل buy and sell goods، purchase goods and resell it. وقلنا مثلا لو خدنا مثال زي فتح الله، فهنلاقي ان فتح الله بيشتري من سبلاير اللي هو الهولسيلر، وهو الريتيلر ويبدأ يبيع للكونسيومر. فاحنا عايزين نتعلم من شركات المرشندايزنج زي فتح الله هتشتغل ازاي. وعرفنا ان البرايمري سورس اوف ريفينيو هو السيلز، او سميناه سيلز ريفينيو، وكنا طبعا بنعتبره نت سيلز بعد افتر ديدكتنج السيلز ريتيرن اند الاونس والسيلز ديسكاونت. وعرفنا ان البرايمري اكسبنسز بتاعنا هو الكوست. وعرفنا برضو ان احنا تو كالكوليت او ديترماين الانكم، فاحنا عندنا ستيبس واشتغلنا بالمالتي ستيب انكم ستيتمنت. فقلنا بناخد الاول سيلز ريفينيو اللي كان اسمها الحقيقي نت سيلز ماينس الكوست اوف جود سولد ايكوال الجروس بروفيت. وقلنا ان الحته دي كده نوت اكزيستد في السيرفيس بيزنس، دي موجوده بس في شركات المرشندايزنج بيزنس. نت سيلز ماينس كوست اوف جود سولد ايكوال جروس بروفيت، وبعدين ماينس الاوبريتنج اكسبنس ايكوال النت انكم اور لوس. لكن عايزين نفهم برضو حاجه ثانيه مهمه قوي اباوت ذا اوبريتنج سايكلز اوف ذا بيزنس. لو بصينا على شركات السيرفيس هنلاقي الاوبريتنج سايكل بتاعتها، دوره التشغيل بتاعتها صغيره قصيره. بتبدا ان يكون معاك كاش، وبعدين بيرفورم السيرفيس، وبعدين تعوز من الكاستمر بتاعك فلوس يبقى اكاونتس ريسيفبل، وبعدين ريسيف الكاش. دي كل السايكل بتاعتنا. لكن السايكل دي لما بنيجي نشتغل مع شركات المرشندايزنج بتكبر، فبتبدا برضو ستارتنج ويز كاش، فتروح الاول تشتري بيرشيس جودز اللي هي باي انفنتوري وتحطه جوه المخزن، ده يسموه مرشندايز انفنتوري، وبعدين تبدا تبيع سيل الانفنتوري. فالكاستمر يبقى انت عايز منه فلوس يبقى اكاونتس ريسيفبل، فيعمل ريسيفنج للكاش. فكل ما الشركه بتتحول من السيرفيس للمرشندايزنج السايكل بتاعتها، الاوبريتنج سايكل بتاعتها بتبدا تكبر، وبالتالي يبقى الاوبريتنج سايكل المرشندايزنج بزنس هو لونجر ذان الاوبريتنج سايكل في السيرفيس بزنس. طيب لو جينا بصينا على الفلو اوف كوست، يعني هاو ذا كوست موفينج، فهنلاقي ان احنا اتعلمنا الشكل ده قبل كده واحنا بنحسب الكوست اوف جود سولد. فقلنا البيجنينج انفنتوري والكوست اوف جود سولد هما الاثنين اسمهم كوست اوف جودز افيلابل فور سيل. الكوست اوف جودز افيلابل فور سيل يا اما نبيع منه يبقى كوست اوف جود سولد، يا اما ما يتباعش نوت سولد فيبقى اسمه اندنج انفنتوري. تعالى ناخدها بطريقه ثانيه. ايه رايكم لو تخيلنا ان ده مخزن وير هاوس وله بابينه، باب للانبوت وباب للاوتبوت. ولو جينا تخيلنا انك انت جوه المخزن اوريدي النهارده موجود البيجنينج انفنتوري، فهتبدا تروح الاول تشتري كوست اوف جودز بيرشيسز، فيبقى عندك بيجنينج انفنتوري بتاع امبارح اللي هو الاندنج انفنتوري بتاع البريفيوس بيريود، يبقى الكرنت بيريود اسمه بيجنينج انفنتوري، ده اللي كان ما اتباعش امبارح موجود في المخزن، رحت اشتريت عليه بيرشيست جودز، الاثنين مع بعض يبقى اسمهم كوست اوف جودز افيلابل فور سيل. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز احسب كوست اوف جود سولد او اندنج انفنتوري. روح اعمل فيزيكال كاونت للاندنج انفنتوري، خش جوه المخزن وعد فيزيكالي الانفنتوري بتاعك قد ايه. خد الاندنج انفنتوري بتاعك لسه الكوست اوف جودز افيلبل فور سيل يطلع لك الكوست اوف جود سولد. وبالتالي هي دي السايكل بتاعتنا او الفلو اوف كوست، ان بيبقى عندك بيجنينج انفنتوري تروح تشتري عليه بضاعه، فيبقوا الاثنين اسمهم كوست اوف جود سولد. تعمل فيزيكال كاونت للاندنج انفنتوري اللي هو الانسولد يونتس او جودز، فيفضل لك الكوست اوف جودز سولد. وبالتالي ممكن نحسب الكوست اوف جودز سولد زي ما اتعلمنا،
احنا خدنا beginning inventory plus cost of goods purchased يطلع cost of goods available for sale. نعمل physical count للending inventory يبقى minus الending inventory يطلع لي اللي اتباع فعلا cost of goods sold. والكلام ده ملوش علاقة اذا كنت شغال بربيتشوال ولا بريودك. يعني two systems dealing with inventory فعلا البريودك والبربيتشوال الاثنين عندهم inventory. لكن اللي بيفرق هو امتى بيعرف الانفنتوري بتاعه. بتاع البربيتشوال بيعرف الانفنتوري ات اني تايم، لكن البريودك بيعرف الانفنتوري امتى؟ صح، at the end of the accounting period، في نهايه السنه. طب لو خدنا كده الفلو اوف كوست تاني بس بصينا على البربيتشوال عشان نطلع الفروقات بين البريودك والبربيتشوال، فنلاقي ان البربيتشوال عنده ديتيلد ريكورد اوف ذا كوست اوف انفنتوري ات اني تايم. في اي لحظه يقدر يقول لك الانفنتوري بتاعي قد ايه، يقدر يقول لك انا اشتريت قد ايه، يقدر يقول لك انا بعت قد ايه. عنده ريكورد توضح لي الانفنتوري اللي جوه المخزن قد ايه، اللي هو الانفنتوري should be in hand. كمان يقدر يحدد لك الكوست اوف جود سولد ات اني تايم. وبالتالي بيربيتشوالي هو بيربيتشوالي او كونتينيوسلي عنده ريكورد للبرشيس وللسيلز للانفنتوري للكوست اوف جود سولد. والكلام دوت مش متاح طبعا عند مين؟ عند البريودك. تعال نبص على البريودك كده، ادي الفلو اوف كوست عند البريودك. اول حاجه هي الكومباني اللي بتشتغل اندر بريودك داز نوت كيب ديتيلد ريكورد اوف جودز اون هاند، ما تقدرش تحدد الانفنتوري بتاعها الا ات ذا اند اوف ذا بيريود. طب الكوست اوف اندنج انفنتوري ما يعرفوش الا بحاجه اسمها فيزيكال كاونت، ما يقدرش يحدده الا فيزيكال كاونت ات ذا اند اوف ذا اكاونتنج بيريود. هو ما عندوش ريكورد، ما عندوش تي اكاونت للانفنتوري يقدر في اي لحظه يقول لك انا عندي انفنتوري قد ايه، لكن يقدر ات ذا اند اوف ذا بيريود يعمل فيزيكال كاونت للانسولد يونتس اللي هي الاندنج انفنتوري. وبالتالي ما يقدرش يحدد الكوست اوف جود سولد ات اني تايم ولا كونتينيوسلي ولا بيربيتشوالي، لكن يقدر يحددها بيريوديكالي يعني ات ذا اند اوف ذا اكاونتنج بيريود. ازاي؟ زي ما احنا اتعلمنا، يبدا الاول بالبيجنينج انفنتوري اللي هو الفلو اوف كوست، يحط عليه اللي اشتراه كوست اوف جودز بيرشيسز فيطلع له كوست اوف جودز افيلابل فور سيل، يشيل منها الفيزيكال كاونتنج انفنتوري اللي هو الاندنج انفنتوري، يطلع له الكوست اوف جودز سولد تكلفه البضاعه اللي باعها. جميل. طيب لو دخلنا جوه الانفنتوريز في الشركات هنلاقي ان الانفنتوريز ريجاردليس of the classification of it هو consider current asset. يعني اول ما تلاقي شركة عندها inventory هيتحط جوه البالانس شيت تحت ال current asset لان عمره قصير. انت your intention النية بتاعتك كمانجرز انك انت تبيع ال inventory بعد قد ايه؟ يعني وانت بتشتري وهم purchasing goods to resell it انت ناوي تبيعها بعد قد ايه؟ اكيد short run، ده انت لو قدرت تبيعها وهي جاية في السكة هتبيعها. وبالتالي الانفنتوري regardless of the classification of it it is a current asset. بس لازم تاخد بالك ان انت في عندك شركات السيرفيس فاكر ما كانش عندها انفنتوري. طب شركات المرشندايز ده عندها just one type of inventory ويسموه مرشندايز انفنتوري، او احنا حتى بعد مع الوقت كده الاكاونتنتس بيسموه انفنتوري وخلاص. فاول ما تلاقي شركه عندها كلمه انفنتوري بس اعرف ان الشركه دي مرشندايزنج كومباني، اللي هو نوع واحد من الانفنتوري اللي هو المرشندايزنج انفنتوري. لكن شركات المانيفاكتشرنج عندها 3 تايبس اوف انفنتوريز، عندها رو ماتيريالز انفنتوري، عندها ورك ان بروسيس انفنتوري، عندها فينيش جودز انفنتوري. وده هناخدهم بالتفصيل ان شاء الله لما نبدا نتكلم على شركات المانيفاكتشرنج كومباني. لكن المهم دلوقتي تعرف انك انت مع المرشندايزنج عندك جاست وان تايب اوف انفنتوري، لكن شركات المانيفاكتشرنج عندك 3 تايبس اوف انفنتوري. طب ايه مشكلتنا؟ احنا مشكلتنا النهارده determining the inventory quantities، عايزين نعرف الانفنتوري بتاعنا كميته قد ايه. طبعا لما نتكلم هنا على determining inventory اكيد نقصد بيه beginning ولا ending؟ اكيد نقصد بيه الاندنج. طب والbeginning ما بعملوش كده؟ لا، ما هو الbeginning هو الاندنج بتاع امبارح. يعني انت بتحدد الاندنج 10,000، ينام يقوم الصبح يبقى الbeginning equal ذا سيم 10,000. وبالتالي انت اللي بتعمله ديترمايننج الكوانتيتيز بتاعته هو الاندنج انفنتوري.
اول حاجة عشان تقدر تحدد الكوانتيتيز بتاعتك بتعمل حاجة اسمها physical count, taking a physical inventory, بننزل نعد المخزن ونعرف البضاعة اللي في المخزن دي قد ايه. يعني بتنزل counting, waiting لو في حاجات بتتوزن, measuring لو في حاجات بالمقاس. بتستخدم كل التولز اللي تقدر منها تعمل physical inventory بتاعك physically قد ايه, وده عشان تتأكد to make sure من الانفنتوري اكزيستنس, هل الانفنتوري موجود ولا لا, اللي احنا بنسميه بالعربي الجرد, ان ينزل يعمل physical count للانفنتوري, يعني يعمل جرد للانفنتوري فيتأكد الانفنتوري موجود. طب حلو قوي, بس it is not enough انك انت تعمل physical count. ليه؟ اصل انت قبلك مشكلة تانية, هي مشكلة الـ ownership of inventory, ملكية الانفنتوري. يعني ايه ملكيته؟ يعني هو سؤال, هل all the goods in the warehouse your own, all the goods in warehouse you own it, كل البضاعة اللي في المخزن انت بتمتلكها؟ مش عارف. طيب هل كل الـ owned goods, كل البضاعة اللي انت بتمتلكها existed في المخزن, existed في الورهاوس؟ لا مش فاهم, تتلخبطتني كده. لا انا عايز اقولك ان عندك مشكلة, ان مش كل البضاعة اللي انت بتمتلكها موجودة في المخزن, في حاجات ممكن تبقى بره, ومش كل البضاعة الـ existed او counted في الانفنتوري بتاعك في المخزن هي ملكك. عشان كده احنا مهم قوي نحدد الـ ownership of inventory, وهي دي المشكلة اللي احنا هنركز عليها في المحاضرة بتاعت النهاردة. يبقى to determine the ownership of the inventory محتاجين نعرف شوية حاجات. اول حاجة خدناها قبل كده, الـ goods in transit. ايه الـ goods in transit دي؟ فاكر لما جينا اتكلمنا على انك انت purchased goods و not yet received it, اشترينا بضاعة ولسه على المركب, لسه على العربيات, لسه ما وصلتش المخازن بتاعتنا, طب دي ملكنا ولا لا؟ طب ايه رأيك لو انت بعت بضاعة, sold goods but not yet delivered, انت بعت البضاعة بس لسه موجودة عندك في المخازن او موجودة على عربيات ما وصلتش للراجل الباير, في الحالة دي البضاعة دي تضاف included عند مين؟ adding لأني inventory بتاع الباير ولا بتاع السير. يبقى عندنا مشكلة الاولانية اسمها goods in transit. الجودس ان ترانزيت لها رول, لها قاعده بتقول should be included in the inventory of the company that has legal title, اللي بيمتلك البضاعه ديت تتحط في الانفنتوري بتاعه. يبقى الليجل تايتل بتاعك يعني مسؤوليتك على البضاعه, يعني الريسبونسبيلتي, مين المسؤول عن البضاعه ديت, الليجل تايتل, الملكيه لغايه دلوقتي ملك مين, دي بتتحدد determined by حاجه اسمها term of shipping. فاكرينها الشيبنج تيرم اللي خدناها قبل كده كانت بتقول ايه؟ تعورها لكم. goods in transit الترم اوف شيبس بتاعنا كان عندنا حاجة اسمها فوب شيبنج بوينت. فاكر ان السيلر يسلم البضاعة في الشيبنج بوينت, يحطها على المراكب او على العربيات من قدام المحل بتاعه. في الحالة دي بقت البضاعة ديت التايتل بتاعها اتنقلت للايه, الليجل تايتل بتاعها اتنقلت للباير. وانس انها خرجت من محل السيلر اللي هي الشيبينج بوينت, بقت بيلونجز او ملك مين, ملك الباير. عشان كده بنقول ان الاونرشيب اوف ذا جودز باسس تو ذا باير وين ذا بابليك كارير اكسبت ذا جودز فروم ذا سيلر. وانس ان الراجل السواق قبل البضاعه جوه العربيه بتاعته او البضاعه اتحطت على المركب بقت ملك مين, ملك البير الباير. يبقى لما نقول فوب شيبينج بوينت يبقى الاونر شيب از تو ذا باير. جود. والعكس بتاعها كان اسمه فوب ايه؟ فوب ديستنيشن. فوب ديستنيشن يعني هو مسؤول عن توصيل البضاعه لغايه الديستنيشن بتاعتها اللي هي الباير. فالسيلر ينقل البضاعه بعربياته او ياجر عربيات وتبقى تحت مسؤوليته, الليجل تايتل بتاعتها هنا تحت السيلر لغايه لما يوصل لك البضاعه لباب البيت عند الباير. وانس انها وصلت مخازن الباير بقت ملكه. عشان كده لما بنشتغل فوب ديستنيشن بنلاقي ان الاونر شيب اوف ذا جودز ريمين وذ ذا سيلر انتل ذا جودز ريتش ذا باير, ويبقى في الحاله دي الاونر شيب ستيل تو ذا سيلر. بمعنى لو انت شغال فوب شيبنج بوينت يبقى الاونر شيب ستيل تو ذا باير, لو قلنا ان الفوب ديستنيشن يبقى الاونر شيب ستيل تو ذا سيلر. فيري جود. يبقى تاني
الجودز ان ترانزيت، احنا عايزين نعرف الجودز ان ترانزيت دي اللي هي البضاعه اللي على العربيات اللي في الطريق اللي ما وصلتش، خرجت من مخازن دخلت لسه ما وصلتش المخازن الثانيه. اوند تو مين؟ قلنا ده ديبندس على ايه؟ ها، على التيرم اوف شيبنج اللي هم كام واحده، فوب شيبنج بوينت وفوب ديستنيشن. طب لو هتشتغل فوب شيبنج بوينت، ها، يبقى في الحاله ديت الباير انفنتوري هو اللي يضاف عليه البضاعه ديت. يبقى الباير از ذا اونر once the goods are purchased، once انه اشترى بقت بتاعته، so it should be included in the buyer inventory. يبقى في الحاله دي تضاف على مين؟ هي على العربيه بس متباعها shipping point، يبقى هي belongs to the buyer، يبقى هي تتحط جوه الانفنتوري بتاع الباير. طب الفوب ديستنيشن ده العكس، دي الاونرشيب از ستيل تو ذا سيلر until the goods reach to the buyer، so it should be included in the inventory بتاع مين؟ السيلر انفنتوري. وبالتالي ده سمري يقول لك انك لما بتشتغل فوب شيبنج بوينت البضاعه تتحط في عند الباير، لو هتشتغل فوب ديستنيشن البضاعه تتحط عند السيلر. في عندنا نوع تاني من البضاعه برج ممكن يعمل لك برضو مشكله، حاجه اسمها الكونسايند جودز، وساعات بيسموها جودز اون كونسايمنت، بيسموها بالعربي بضاعه الامانه. انك انت بعض الناس بدل مثلا ما افتح محل في اسوان وابعت مدير وابعت موظفين عشان ابيع البضاعه بتاعتي وانا في اسكندريه ابيعها في اسوان، اعمل لي برانش في اسوان، صعب جدا. فبعمل ايه؟ بدور على حد في اسوان تاجر بيبيع نفس بضاعتي. يعني انا تاجر عربيات فببعت له عربيات واقول له البضاعه ديت اون كونسايمنت، دي امانه عندك، بيعها لي وخد عليها فيز او كوميشن. وبالتالي بيبقى في عندنا اذر بارتس سيل ذا جودز فور اس، بيبيع لنا البضاعه ديت مقابل ايه؟ مقابل ان ياخد فيه او كوميشن. بس الاونر شيب ما زالت بتاعت مين؟ يعني لو اتخانقنا مع بعض اقول له ابعت لي عربياتي، انا مش عايز ابيع عندك، مش عايز اتعامل معاك، ابعت لي عربياتي، وبالتالي ذيس ستيل ماي اون جودز، وبالتالي دي سماها جودز اون كونسايمنت. لازم تبقى عارف في الحاله ديت انت مين فيهم. يعني ايه مين فيهم؟ انت هل انت الكونساينر يعني الاونر اوف ذا جودز، ولا انت الكونسايني اللي هو الهولدر اوف ذا جودز؟ ما هي البضاعه دي طلعت من اسكندريه، بضاعتي طالعه من اسكندريه رايحه اسوان، انا الكونساينر، انا الاونر اوف ذا جودز، وبالتالي لما اجي اشوف الانفنتوري بتاعي احطها من ضمن الانفنتوري بتاعي، مع انها مش موجوده في مخزني، دي موجوده في مخزن الكونسايني، لكن هي ستيل ماي جودز. الهولدر اوف ذا جودز هو الكونسايني، دي موجوده جوه مخزنه لكن هي ملكه لا. وبالتالي المفروض لما يعد الانفنتوري بتاعه يقول انا عندي 50 عربيه، في منهم اربع عربيات بتوع الحاج محمد من اسكندريه، يبقى العربيات بتاعتي 50 ماينس 4. وده اللي هنشوفه دلوقتي في الاكسرسايزز مع بعض. يبقى الكونسايند جودز البضاعه الاونر بتاعها هو الكونسايينر، الهولدر بتاع الجودز ده ما هوش المالك بتاعها، ده اسمه الكونسايني، ده مجرد هولدر اوف ذا جودز محتفظ عنده بصفه امانه، وبالتالي دي ماست بي اكسكلودد من الانفنتوري بتاعه. طب هنلعب اللعبه ديت ازاي؟ To determine the inventory quantities هنلعب لعبه مع بعض، هنعمل حاجه اسمها الكوريكت انفنتوري. مش فاهم، اصل انت لما بتعمل فيزيكال كاونت للانفنتوري الرقم اللي انت طلعته ده نوت كوريكت، ده مش رقم صح، ده رقم غلط، محتاج يتعمل له ادجستمنت، يتعدل. ازاي؟ هنبدا الاول نعد المخزن، فنطلع البالانس اوف انفنتوري بيزد اون اكتوال كاونت، الفيزيكال كاونت بتاعنا، نزلنا الموظفين والعمال عدوا لنا المخزن عندنا 5000 يونت. اجي بقى اعمل اد للاوند جودز بات نوت انكلودد ان في الاكتوال كاونت، اوند جودز ملكي بات نوت انكلودد في الاكتوال كاونت، ما تعدتش في المخزن، ملكي ومش موجوده في المخزن، يبقى دي تزود لي اد ماي انفنتوري. طب بص كده، دي هعمل ديدكت اكيد لمين؟ للبضاعه الانكلودد في المخزن، انكلودد ان اكتوال كاونت بات نوت اوند، مش ملكي، يبقى لازم استبعدها. يبقى انا هضيف البضاعه اللي بره مخزني وملكي، وهطرح ديدكت البضاعه اللي جوه مخزني بات نوت ماي اون، مش ملكي، واجمع الكلام ده فيطلع لي الادجستد او الكوركتد انفنتوري، وده اللي هيبان في البالانس شيت تحت الكرنت اسيت. العمليه مش صعبه، العملية ممكن ألخصها لك في الشكل الآتي. إيه رأيك لو قلت لك الشكل اللي عندنا ده؟ أنت عندك حاجة من اتنين، يا البضاعة included يعني في الفيزيكال كاونت، يا نوت included، يا إما جوه مخزنك يا إما بره مخزنك، والبضاعة يا إما owned يا إما نوت owned، وهنعمله adjustment based على العلاقة ديت.
يطلع لك اربع حاجات. يطلع لك بضاعة انكلودد في المخازن بتاعتك وانت بتعمل فيزيكال كاونت موجودة، والبضاعة دي ملكك اونت، يبقى انكلودد في مخازنك واونت، وده الطبيعي. البضاعة اللي جوه مخازني تبقى بتاعتي. في الحالة دي في تعمل ادجستمنت؟ لا طبعا ولا حاجة، ده هعمل لها اجنور. ده الطبيعي والنورمال ان البضاعة اللي ملكي اونت تبقى انكلودد في مخازني. طب تعالى نشوف كده، ايه رايك لو البضاعة نوت انكلودد ان يور هاوس، مش موجودة في مخازنك، والبضاعة دي نوت اوند تو يو، تعمل لها ايه؟ يعني ايه؟ يعني البضاعة مش ملكي ومش موجودة في مخازني، وده الطبيعي، حاجة مش بتاعتي تحطها في مخازني ليه؟ يبقى نوت انكلودد ونوت اوند اعمل لها ادجستمنت، اقول لها ايه؟ اعمل لها اجنور. يبقى انت عندك حالتين اجنور، دي الحالات الطبيعية، ان البضاعة تبقى انكلودد في مخازنك واوند، ده الطبيعي، نو ادجستمنت نيدد، او تبقى نوت انكلودد في الوير هاوس ونوت اوند، ده الطبيعي برضو، الحاجه اللي مش ملكي ما تبقاش موجوده في مخازني فيبقى اجنورد. لكن عندي حالتين تانيين محتاجين ادجستمنت. تعال بص كده، انكلودد في مخازنك بات نوت اوند، انكلودد ونوت اوند، عديتها وعملت لها فيزيكال كاونت وطلع لك في وسط الرقم اللي جاي لك من الجرد، بس دي مش بتاعتك، تعمل لها ايه؟ اعمل لها ديدكت، استبعدها، دي نوت ماي اون. طب بص العكس، بضاعه نوت انكلودد واوند، نوت انكلودد يعني مش في مخازني، واوند يعني ملكي، حاجه ما لقيتهاش في المخازن بس ملكي، زي اون كونسايمنت مثلا او اون ترانزيت. في الحاله دي هعمل لها ايه؟ هعمل لها اد. فيري جود. طب ما تيجي نحل كده اكسرسايزز ونشوف هنعرف نحلها ولا لا. هنا بيقول لي Determine the correct balance of inventory in December 31st, 2011 that should be shown on the balance sheet. عايز يعرف ال corrected balance. ايه ده، هو انت لما بتعد البضاعة اللي في المخزن دي مش corrected؟ لا دي محتاجة adjustment. طب تعال نجرب كده، اول حاجة هنعمل ايه؟ اول حاجة on December 31st the company had inventory balance 250,000. هو ده الphysical inventory count. احنا عدينا المخزن، طلع لي ورقة من المخزن يا ريس احنا عدينا المخزن لقينا physical inventory count 250,000، وعطيني هنا 4 analysis transactions، شوية حاجات حصلت وعايزين نعرف ايه تأثيرهم على الرقم ده. عندي 3 تأثيرات، يا اما ignore، يا اما add، يا اما deduct. تعال نجربه. number 1 goods of 30,000 purchased to food destination. انت اللي شاري، انت الباير، فاكر لما جينا عملنا ديستنيشن قلت لك لازم تركز، انت الباير ولا السيلر؟ بيرشيست يبقى انت باير، فوق ديستنيشن يبقى هيوصلها لغايه عندي، تبقى مسؤوليه مين؟ الليجل تايتل بتاعها بتاع مين؟ بتاع السيلر. ار نوت انكلودد ان ذا فيزيكال انفنتوري، يبقى بضاعه جودز اوف 30,000 بيرشيست فوق ديستنيشن هيوصلها لغايه عندي، تبقى مسؤوليه السيلر، نوت انكلودد. تعال نجاوب السؤالين، ايه هم السؤالين؟ included or not, owned or not. البضاعة ديت purchased for destination يبقى not my own, not owned. وكمان not included. not owned و not included تعمل لها ايه؟ ولا حاجة، تعمل لها ignore. لانها goods not owned and not included. واضحة الفكرة؟ تعال نجربه كمان مرة. نشوف كده number 2. goods of 100,000 purchased under FOB shipping point. purchased يبقى انت الايه؟ الباير. وشاريها فوب شيبنج بوينت بقت مسؤوليتك وبقت ملكك، لو حصل لها حاجه في الشركه في السكه انت اللي هتزعل، يبقى ديت اوند. ار نوت انكلودد يبقى بضاعه اوند ملكي، ونوت انكلودد اعمل لها ايه؟ اعمل لها اد، لانها جودز اوند بات نوت انكلودد. اوند ليه؟ لانها بيرشيست اندر فوب شيبنج بوينت، يبقى مسؤوليه مين؟ وانس انك اشتريت بقت بتاعتك، شيبنج بوينت من نقطه الشحن، وبالتالي الباير هو المسؤول عنها، بقت ملكه. ونوت انكلودد يبقى اوند ونوت انكلودد، اعمل لها اد. طب جرب كمان واحده. 3 goods was cost 15,000 sold for 25,000. ايه ده، ده عندي رقمين للبضاعه. اه ما انت لما تيجي تبيع البضاعه، البضاعه ليها كوست وليها سيلينج برايس. انت لما بتشتغل مع الانفنتوري يو ار ديلينج ويز كوست اونلي، you are dealing with cost only، بضاعة بتشتريها بالكوست ولما بتطلع من المخازن بيبقى اسمها ايه فاكر؟
كوست اوف جود سولد، مالكش دعوه خالص بالسيلينج برايس، ودي مساله مهمه قوي. يبقى احنا هنشتغل دايما بالكوست وهنعمل اجنورنج للسيلينج برايس. الكوست اللي هي ب 15000 دي فوق ديستنيشن هيوصلها لغايه عندي. خلي بالك انت مين هنا، مش انا قلت لك لما تلاقي بضاعه اسال نفسك الاول انت باير ولا سيلر؟ هنا جودز ووز كوست 15000 سولد، يبقى انت سيلر يا باشا، انت سيلر وبايع فوق ديستنيشن، يبقى هتوصلها لغايه بيت الباير، يبقى هو في السكه ان ترانزيت. الليجل تايتل بتاعها بتاع مين؟ بتاع السيلر، ملكك. طول ما هي ما وصلتلوش هي بتاعتك، يبقى دي اوند ار نوت انكلودد ان ذا فيزيكال انفنتوري. اوند ونوت انكلودد، اوند ونوت انكلودد، تعمل لها اعمل لها اد. جودز اوند بات نوت انكلودد تبقى اد. طب تعال نجربه نمبر 4، consigned goods، consigned goods of 12,000 hold by XYZ. مين XYZ ده؟ احنا. فاكر فوق لما قالك on December 31st XYZ company had inventory، ده احنا ال XYZ. يبقى احنا عندنا consigned goods hold by XYZ، يبقى احنا ال consignee، احنا الهولدر. on consignment are included in the inventory، عندنا بضاعة في مخازننا بس البضاعة دي consigned goods on consignment، مش ملكنا لكن موجوده في مخازننا وانكلودد في الفيزيكال كاونت، يبقى اوند ولا نوت اوند؟ نوت اوند، مش بتاعتنا. وانكلودد مش انكلودد؟ انكلودد. يبقى نوت اوند وانكلودد، اعمل لها ايه؟ اعمل لها ديدكت جودز نوت اوند بات انكلودد، وبالتالي ممكن تجمع دلوقتي وتوصل للكوركت انفنتوري بالانس 353,000، ويبقى دوت الكوركت بالانس بتاعنا. اعتقد العمليه مش صعبه، سهله ان شاء الله، بس محتاجه براكتس. ان شاء الله في التوتوريال ننزل لكم كام اكسرسايز تحلوه مع الدكتوره، وان شاء الله يبقى موضوع لذيذ كده، وان شاء الله نشوفكم على خير. سلام عليكم.